هل هناك حب في هذا الزمان مثل هذا الحب؟ سجلوا أن التاريخ، سجلوا أن التاريخ يا من ستقبلون على أعياد ما أنزل الله بها من سلطان، سموها لنا بأنها أعياد الحب بل هي أعياد الفسق. اسمعوا إلى هذا الحب، اسمعوا إلى هذا الحب ما أعظمه. النبي يبكي يقول: تذكرت أيام خديجة، رحم الله خديجة، لقد آوتني حينما طردني الناس، وأعطتني من مالها حينما حرم للناس. عائشة غارت، قالت: خديجة خديجة، أو ما لك إلا خديجة. قالت عائشة: فغضب النبي صلى الله عليه وسلم يومها غضبا حتى دعوت الله أن يطفئ الغضب من وجه رسول الله. قلت: يا رب أطفئ الغضب من وجه رسول الله. ثم نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى عائشة ثم قال: يا عائشة، والله والله ما أبدلني الله خيرا من خديجة. الموضوع انتهى. والله يا عائشة ما أبدلني الله خيرا من خديجة. إنه الوفاء، إنه هذا الحب الذي لا بد أن يدرس للأجيال القادمة. انظروا إلى أعداد حالات الطلاق في زماننا، لأننا تربينا على الحب المزيف، تربينا على حب المظاهر، ما تربينا على أن الحب يكمن هنا وليس في الظاهر. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني قد رزقت حب خديجة. فسمى هذا الحب أنه رزق من الله سبحانه وتعالى. فاسألوا الذين طلقوا نساءهم، واسألوا المحاكم عن أعداد حالات الطلاق في بلادنا، ستعرفون لماذا. أحبتي، الذي دفعني للحديث هو هذا الحب الكاذب في زماننا، هذا الحب المزيف في زماننا الذي تربى عليه كثير من الناس على قصائد الحب والغزل، على قصائد قيس حينما قال: يا ربي قد تبت من كل ذنب إلا عن هوى ليلى فإني لا أتوب. قد تربى أبناؤنا على ذلك، بل علموهم ذلك في المدارس، ما علموهم ما هو الحب الحقيقي، ما علموهم أن هذا الحب العظيم، حب النبي صلى الله عليه وسلم لأزواجه، النبي صلى الله عليه وسلم يرفض أن يتزوج على خديجة وهي حية. لما كانت على قيد الحياة رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج عليها، وما تزوج النبي على خديجة إلا بعد موتها. هل هناك وفاء؟ هل هناك وفاء في الحب أعظم من هذا الوفاء؟ النبي يرفض أن يتزوج عليها وهي حية، فلما ماتت خديجة تزوج عليها النبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح مكة، وجاء إلى مكة وعاد إلى مكة فاتحا، والنبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وإذا بامرأة عجوز تأتي مقبلة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي تتكئ على العصا، وإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم يقوم من مكانه ويخلع رداءه ويفرشه على الأرض، ثم يقبل إلى تلك المرأة ويحمل يدها ويأتي بها إلى ذلك الرداء فيجلسها النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يجلس النبي ويحدثها وتحدثه. فلما انتهى جاءت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: يا رسول الله، من تلك الامرأة التي أنت قد أسررت إليها؟ من هي؟ قال: يا عائشة، إنها صاحبة خديجة، إنها صاحبة خديجة. حينها غارت أم المؤمنين عائشة، غارت، قالت: يا رسول الله، خديجة خديجة، أو ما لك إلا خديجة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم من طبعه أنه دائما في مجالسه يذكر خديجة، حتى أن النبي يوما بكى سالت دموعه صلى الله عليه وسلم، قال: يا رسول الله لما تبكي؟ قال: لقد تذكرت أيام خديجة، لقد تذكرت أيام خديجة.
والله أيها الأحبة الأكارم، هذه دعوة إلى الآباء، هذه دعوة إلى ولاة أمورنا. والله في هذا الزمان ليس هناك وفاء. إذا أردتم أن تقدموا وفاء لهذا الجيل ولهؤلاء الشباب إلا أن تكرموهم بالزواج، إلا أن تكرموهم بالزواج في زمان قد كثرت فيه الفتن، في زمان قد كثرت فيه الشهوات، في زمان الشاب إذا أراد أن يحمل الجوال يجد الفتن والشهوات، إذا أراد أن يفتح التلفاز يجد الفتن والشهوات. فلا بد للآباء أن يسارعوا بزواج أبنائهم، لا بد لولاة الأمور أن يسهلوا أمور الزواج في زماننا. ولهذا كان الصحابة يستعجلون بهذا الأمر، لهذا لم يكن في زمن عمر بن عبد العزيز أعزبا واحدة، ما ترك عمر بن عبد العزيز شابا أعزبا، لأنه جعل الشباب يتفرغون لطاعة الله وليس للشهوات، لأنه أخذهم من طريق الحرام ومن طريق الزنا إلى طريق الحلال. لكننا نحن اليوم في زماننا سهلوا لشبابنا الحرام وعقدوا له في زماننا. والله والله في زماننا كثير من الآباء بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، كثير من ولاة أمورنا بطريقة مباشرة قد عقدوا لأبنائنا الحلال وسهلوا لهم الحرام. انظروا إلى المواقع الإلكترونية، انظروا إلى ما يصنعونه اليوم في الجوالات وفي غيره، سهلوا لأبنائنا، سهلوا لعيالنا الحرام والزنا. لكن انظروا إذا أراد أبناؤنا الحلال، انظروا إلى المهور، انظروا إذا أراد شبابنا أن يمضوا في طريق الحلال وأن يدقوا أبواب الحلال، اسمعوا إلى أعداد المهور التي تلفظ في زماننا، اسمعوا إلى التعقيدات التي يضعها الآباء والمحاكم وغيرها من أجل الزواج. ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: تكاتروا تناصلوا فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة.